سندينة حمينة معروفة إنها أكبر سندينة بالضيعة، عمرها فوق 350 سنة، وهي الوحيدة اللي بقيت صامدة من وراء الدمار وقطع لأشجار السنديان بجبل السنديان بحمينة. اعتمد شباب حمانة في الستينات على زراعة أشجار الأرز في الجبال كنشاط بيئي في الضيعة، بيد أن هذا النشاط توقف خلال الحرب الأهلية ليعود ويتجدد. ابتداء من سنة 98 رجع بلش النشاط البيئي بحمانة. بسنة 2004 و2005 صار في تركيز على هذا الموضوع، بلشت تنزرع بالمرج وبالجبل شربين أرز سندياني.